كمان هوب حاولنا دمع ستات يا دم شباب بع دم يا مان راوي اللعب الانفور شلون يصير خش تبي بكيسي خلي فريق بكيسي يسوي بلانك اليمان واحد يدور على الثاني العمر ختيلان يمان ياخذ الام يتقدم بالام يمان سنرى ماذا سيفعل بالام يتقدم ويحاول اليوم التحدي المنتظر اليوم الروم الاسطوري اليوم راح اخذك الظهر يلا تتذكرني الزلم بس دقيقة الزلم والله تتذكرني بس خوش ميخان اسمع 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 طوط اللي يحكي اطرده من الروم تمام؟ لا حد يحكي اخر تحدي كان بين دانيال ويمان قبل سنتين واليوم يمان كبير قبل سنتين يمان كان صغير وما يعرف الببجي اليوم يمان صار كبير اليوم راح تشوفون لعب يمان وش راح يسوي بدانيال خليكم يا شباب حطونا لايك اشتركوا بالقناة جاهزين ما حط لايك هذا واحد يا ابو ما حط من هو متابع واحد شبابنا طيبين اي واحد يحب الببجي حط لايك حطه ويحب هاي التحديات خلونا لايك خلنا نوصل اكبر عدد لايكات حتى نعرف انه انتم تحبون هاي التحديات فخلونا لايك خلينا نوصل هذا الفيديو اكبر عدد لايكات محبين الببجي خلونا تفسير تفسير لا حد يحكي خلنا نكمل مقدمه تمام هو تمام حبيبي شبابنا طيبين قربنا جدا لل 5 مليون مشترك اتمنى منكم اي احد شاهدنا ومو مشترك اشترك بالقناة حتى نوصل 5 مليون مشترك ما بقى لنا شيء مستعدين شلون طيب قبل ندي توقعوا متوقعوا من اللي راح يفوز اكتبوا بالتعليقات منو تتوقعون اللي راح يفوز دانيال لو يمان انا بالنسبه لي اتوقع يمان راح يفوز يمان لعب حتى تبين هي الزلم بالروم جاهزين يلا 1 2 3 انطلق لا لا قلنا كل شيء شبابنا طيبه من هسه هاي اتفاق قدامكم اسس اسس اقف سمعوا الروم كل شيء مسموح به شي تريد العب رمان ميت سنايبر اي شيء يا سعدو انطلق شباب منو تتوقع راح يفوز انا اتوقع هذا يلا يا الله يا الله بدت المواجهه بين دانيال يمان يتقدم دانيال اول نقطه لبدون راح ظهر خلي اجيب الكرسي 1-0 يمان يدور على دانيال دانيال مكمبر ويواتي حاطه صوت ستة يمان دبل سكوب يمان دبل سكوب بابا راح يقتلونك الان يا ابو مسدس دبل سكوب سمون جاك من انفار حجي اجاك بابا انا مشجعك يو يتقدموا المواجهه اين ستكون المواجهه او المواجهه الاسطوريه بين يمان ودانيال يو رب اعطيه اثنين هيت شوت ثلاثة صفر ذب السكوب خلي سوى اعداداته يلا يتقدم يمان الى دانيال مكمبر في موقعه واحد يباوع الثاني والمباوعه مسموحه المباوعه يلا يتقدم اول نقطه يمان عمله 3-1 يتقدم لا كفو لا اللوبي ارجع للنوبي يقول له العب يلا كبر دمك قليل حاليا دانيال فاتح سكوب مكبر يحاول يشمر نيت ويطيه هيد شوت يا دانيال جتك نيت يمان يحاول يشرد يمان النيت يا
يمان من النيت طبعا للعلم انه هو يمان دمج دانيال دمج دانيال ودانيال لحد الان مكبر ويبو شي يمان ويبو شي يمان والله دمجته صحيح بس كانت ردة فعل يمان دانيال قوية ردة فعل دانيال قوية انت متعيد انا عطشت من الحكي يمان ياخذ الام يتقدم بالام يمان سنرى ماذا سيفعل بالام سنرى ماذا سيفعل يتقدم 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 ويحاول يتقدم ويحاول بلش وجهه شباب بلش وجهه اوه افتح السكوب افتح السكوب بس لا يكتب السكوب يا شو السكوب له من الله بس هذا لازم يشوف التتانيني يلا دب السكوب يحاول يدب السكوب مال الاكل ويبش له بالسكوب بدون سكوب يبش له بدون سكوب بدون سكوب بدون سكوب بدون سكوب بدون سكوب خمس كل خلي دمك يصعد خلي دمك يصعد بابا خلي دمك يصعد خلي دمك يصعد خلي دمك يصعد خلي دمك يصعد انا قلت لكم انا مشجع يمان انا مشجع يمان ادري بيمان اوه يحاول واحد يعطي للثاني هيد دانيال يحاول يضرب بنيد اجتك نيد دانيال اين تهرب خلي تهرب اوه يحاول يفتح سكوب يحاول يفتح سكوب بس راسك بس وين بس راسك اوه شدك نيد رجعت عليك يمان رجعت عليك يمان رجعت عليك دانيال رجعت عليك دانيال طقت يمان الا شويه شرد يمان اين بيك اي شيء بدا اللعب الحقيقي بدا اللعب اتفقنا من بداية الجيم ايش قلنا شباب؟ ايش قلنا؟ قلنا كل شيء مسموح كل شيء مسموح تارجت داون اخذ بس يلا سبع وان ثانية يلا طي طي اخذ اخذ بي كيس احنا كل شيء عادي اخذ بي كيس اخذ بي كيس اخذ عادي احنا من ناخذ بي كيس لا تحكي يمان راوي اللعب الانفور شلون يصير؟ راوي اللعب الكمبرة لعب الكمبرة 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 بابا لو بس لا تفتح راح تفتح يمان دانيال يسوي فلانك اليمان يمان افتهم الطريقة لعب دانيال يحاول يمان العفو يحاول يفتر من الساحة الأيمن من الساحة الأيمن يمان يا يمان كمل دانيال تمبر طبعا يمان العفو دانيال يلعب بس دانيال حاليا تركيزه صفر أبو الدون بابا ركز لا يغرك التعليق ركز ياخذ الام الا شويه ما اخذ الام ما ارجع للام ما اخذ الام يحاول ارجع للام ما اخذ الام يحاول ويحاول ويحاول شو علينا لا والله يعني يعطيك مجال يقول لك عشي انت لو بابا حاول يمان من نوع بلش وجهه قام وقف لعب هو 12 روح
تركيز شباب. عم شنو يا ابوي؟ ركزوا بالتركيز، شوفوا وعدك. تعال 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 شوف 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 شو راح تلعب ويا شنو؟ مسدس. راح يلعب ويا بمسدس. خلينا نشوف المسدس شو راح يصير. ريلودينج. تم والله طبعت عشان يعني بوش لي. يلا يلا يحاول شبابنا. طيب خلونا لايك لحد الان اللي وصل لحد الان. خلينا لايك خلي لايك اذا بعدك ما مخلي لايك، واشترك بالقناة اذا ما مشترك. قربنا جدا ل 5 مليون مشترك. يحاول يبوش يحاول يبوش 5 مليون. يا 5 مليون لليومان. حاولنا تبع 6 مليون. بعد دمه شباب بعد دمه. اطلع خلي يطلع خلي يطلع يقول خلي يطلع. دمه ما يطلع. شوف هو طالع لك ابو الزين. لاعب ياخذ كفاره. شلون تكتيك ياخذ كفاره يصعد دمه يلا دمه دمه بس انت يلا واحد اثنين ثلاثه واحد مش على ثاني. سوي لك اللاعب دقيق. لاعب يمان دقيق بحيث ياخذ كفر. اذا دمج ياخذ كفر يحاول فلانك 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 دانيال عنده ردة فعل قوية ويتقدم اليمان يسوي فلانك اليمان. واحد يدور على الثاني واحد يدور على الثاني. يلعبون ختيلان. واحد يدور على الثاني فوقك يجوك فوقك يعطلك دانيال. لاعب يمان عنده ردة فعل قوية. انه تموتني بعد قروزي. قروزي وسكوب ثلاثة قروزي وسكوب ثلاثة. طريقه حلوه لا يزعل. مثل ما شفتوا شباب باللعبه اعصاب يمان دانيال عفوا انهارت بسبب اللاعب يمان. لان اللاعب اسكت يا لا بس اسكت اسكت بسبب يمان. لان يمان زغلط واخذ البي كي سي واحنا قلنا كل شيء مسموح. وبسبب اللاعب مارتن اللي كان يمشي اول وسكوب ثلاثة ما عنده بس دقيقة. فاحنا بسبب اللي صار بدانيال نعترف ونقول الفائز رغم انه يمان نقاط اكثر من دانيال. نعترف ونقول الفائز هو يمان. الفائز هو خلنا نحكي احنا اول شيء هذا الجيم اللي لعبنا اولا للمنسي تمام. ثانيا المشاهد يستمتع ويانا تمام صح ولا لا. ثالثا قلنا بالروم كل شيء مسموح صح لو مو صح. يا هي لا بكيت تربط روح اصل اوه عشان ايش اسوي يا شركه ببجي رجاء الغل بكيت. والله دريت فايز بالكعبه دريت فايز. الفايز هو يمان. شوفوا طيب انا ادري بكم انتم من قهرتوا على دانيال ودانيال هسه مصمم الا روم سنايبرات فاحنا جاي نصور بوقت متاخر. وثانيا ها اسمع لا انا كمل انت بابا انا متدرب ادري بيك. اسمع وعد شبابنا طيب التحدي الجاي باذن الله مثل ما طلب دانيال الروم الجاي سنايبرات تمام. بس من هاي الفتره من نشر هذا الفيديو اريدك تتدرب تمام. اريدك اليوم تكفل السنايبر تحل بحلف تمام. انا نصحك تدرب من هسه تدرب
اسمع اتدرب منا لما تقول بابا اقول لك ها قول انا جاهز بحيث من نجي نلعب هنا شباب اللي يبكي خسران مو اللي يفوز خسران تمام؟ ايه اعتقد افتهمت ايش سمعت تمام بابا؟ تمام اللي يخسر اللي يبكي خسران هذا هو؟ ايه مثل ما وعدتكم انتظرون التحدي الجاي حطوا لنا لايك اشتركوا بالقناه اذا بعدكم ما مشتركين وقربنا جدا 50 مشترك ونقول اليمان احنا ما نريد يبقى زعلان حبيبي دانيال بابا تعال قول لك هذا المنسى حبيبي وكل المتابعينك انا اعتذر لهم بكيف تنفرزي انا اعتذر وسلم على اخوتك تعال بابا تعال والفايزين الفايز الفائز هو الصحيح الفائز الصحيح لا قبل هذا الفيديو شباب ما نقدر نخلي ابو الدون زعلان ونرجع ونقول انه هم اثنيناتهم فايزين بس الفائز الحقيقي الطيني الفائز الحقيقي مو يمان بل هو يمان بس والله الشاقه والله العظيم الشاقه ما اعذر لا 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 يمان يمان طيني طيني يمان عذرني انت الفائز عمي يمان يا خسران دانيال فايز فشباب لا دقيقة دقيقة بابا احنا هذا اللي ننسى الله شاهد وثانيا تستمتعون يعني انتم فهسه نقول لهم انه واحد يسلم على الثاني وانتم اثنيناتكم فايزين واذا خسرتوا انتم اثنيناتكم خسرانين ليش؟ لان انتم اخوان وبالتالي شباب بس دقيقة رحمة الله لا تقاطعني 24 ساعة قاطعني خليك اروم ثاني وراني يا شباب طيبين نرجع ونقول انه هذه لعبة ما تسوى نبكي عليها خلي اسمع دانيال ولا تسوى نضوج عليها فباباتي لا تضوج ولا تنقهر ولا تبكي لان الفاز عليك فاز هو اخوك مو غريب وبالتالي هاي ونسه فهسه انت ما عندك هسه انت ما عندك شي بابا هاي ضوج اسكت احط لك خلاص يلا مع السلامه تاني يلا مع السلامه تاني حبيبي على سلامة ولا خشب بس وين فايز وين فرحان وين فرحان وين فرحان